السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غنصايبو هاد الباندا هادي، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. وغنبداو بسم الله. أنا خدمتها فوق هاد لاستيك هذا حيت كانت عندي هاد الباندا هادي اللي كانت عندي، ما عندي شي أخرى اللي كتكون ما كتجبدش بزاف. خدمت فيها ما جاتني شي خدمه مزيانه ودرت هاد لاستيك هذا. وغنبداو بسم الله. تنبداو بهاد الغرزه هادي، صايبتها غرزه البدايه، هاد سلسله واحده كنسد بسلسله كنزيرها وكنرتفع بسلسله واحده وتنخدم غرزه نصف عمود فوق داك لاستيك، داك القومه هادي كنخدم فوق منها غرزه نصف عمود بهذه الطريقه هادي، وكنحاول نطوي داك لاستيك، تنحاول نطوي هاد لاستيك هذا و هذا كنخدم بهذه الطريقه هادي. ونذكركم إلا عجبكم هذا ما تنساوناش في الجيم وديروا هذاك سميتو، فعلوا الجرس واللي باقي ما تابوني تابونا وشجعونا القناه ديالنا. تمشي فحال هكا بهذا الشكل هذا حتى كنسالي هذا السطر هذا، حتى كنعمر كامل هذا اللاستيك كامل بيض، كنعمره مزيان ما كتبانش حتى بلاصه بيضاء، كنغطيه كامل بهذا الخيط هذا. كنمشي بحال هكا حتى كنسالي السطر ديالي، هنايا ساليت السطر ديالي، غنبدا السطر التالي. كنسد بمنزلقه بهذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا راه دورت عليها كامله. كنسد بمنزلقه وكنرتفع بسلسله واحده وتندير فوق كل غرزه، كندير فوق منها كل عمود نصف عمود كندير فوق منه غرزه حشو، كندور على العمل ديالي كامل بغرزه حشو، ما كندير لا تزايد ولا تناقص، كل عمود كنخدم فوق منه حشو حتى كنسالي السطر. كنمشي بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي السطر ديالي. كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا صافي. ملي كنساني السطر ديالي هي هنايا غرز حشو اخيرين اللي في السطر، صافي تنسد منزلقه وكنرتفع بسبعه ديال السلاسل، كنرتفع بسبعه ديال السلاسل وتنجي السلسله الرابعه. السلسله الرابعه تنخدم فيها عمود بلاثه بهذه الطريقه هذه، هذوك السلاسل راه كيتحسبوا عندي حتى هما عمود، وكنزيد العمود الثاني بلاثه في نفس المكان، وهنايا كندير جوج ديال السلاسل عاود، وفي نفس اللي درت ديك جوج الاعمده كندير فيه غرزه منزلقه داك السلاسل، وكنرتفع عاود بجوج ديال السلاسل كنشكل هنايا الوردة، تندير عاود عمود بلافة كنرتفع بجوج سلاسل وتندير عمود بلافة العمود الثاني، درت العمود الاول والثاني وكندير عاود جوج سلاسل، ملي كندير جوج الاعمدة كندير جوج سلاسل وتنهبط نفس المكان كنخدم فيه. هادي الورقة ديال ديك الوريدة الثانية بحال هاد الشكل هذا، تنرتفع عاود بجوج سلاسل كيف ما درت في الاول، كنرتفع بجوج سلاسل وتندير عمود بلافه بالطريقه هذه. هاد العمليه هي اللي كتكرر عندي في هاد الوريدات هذه، كندير جوج الاعمده بلافه وكندير عاود جوج سلاسل
تنهبط عاود نفس المكان كندير فيه غرزة حشو، هذه ماشي حشو، منزلقة، كندير عاود ثلاث جوج ديال السلاسل، وتندير عاود عمود بلفة هاد الشكل هذا، تندير عمود بلفة. انا باقي في نفس الغرزة كنخدم فيها في هذيك السلسلة الرابعة، باقي كندير فيها هذه ديال جوج الأعمدة، وتندير جوج سلاسل، وتنهبط عاود البلاصة اللي درت فيها اللي كنخدم فيها في الأول، كندير غرزة منزلقة، كنرتفع عاود بجوج ديال السلاسل. هاد العملية كتكرر عندي دائما، كندير عمود بلفة الأولاني وعمود بلفة الثاني، وتندير جوج سلاسل، وتنهبط نفس المكان كندير فيه غرزة منزلقة حتى كنحصل على خمسة ديال هاد الوريقات هادو كيف ما كتشوفوا، خمسة، وكندير ثلاثة ديال السلاسل. هاد السلسلة الأولى اللي خدمت فيها كنخليها، وكنخلي الثانية، وتنخدم في الثالثة، وتندير نفس اللي درت عاود في الاول. هاد العمليه هاد السطر كامل كيتكرر عندي بهذه الطريقه، هادي كنرتفع بسبعة ديال السلاسل بحال هكا، وكندير الخيط فوق الكروشي، وكنجي للرابعه، كنجي للرابعه تنخدم فيها عاود بهذه الطريقه هادي، كنخدم عمود بلفه العمود الاول، وتندير عمود الثاني في نفس ديك السلسله الرابعه، وتندير جوج ديال السلاسل، اثنين سلسله، وتنهبط نفس المكان اللي خدمت فيه ديك الاعمده، تندير فيه غرزه منزلقه، ندير عاود جوج سلاسل، عمود بلفه، عمود بلفة الثاني، جوج ديال السلاسل، ديال السلسلة، تنهبط تنسد بمنزلق، كنرتفع بثلاثة السلاسل بجوج السلاسل، تندير عاود عمود بلفة كيف ما درت في الأول في الورقة الأولى، عمود هاديك الثاني، وجوج السلاسل، وتنسد عاود هنا بمنزلق. تندير جوج سلاسل، تنهبط عاود كنسد بمنزلق، حتى كنحسن على خمسة ديك الوريقات عاود، بهاد الطريقة كنصايبو هاد الوريدات هادو. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة، وتمشي سطر كامل بهاد الوريدات هادو، سطر كامل كنخدم فيه هاد الوريدات على هاد الشكل هذا، وفاش كنساليهم كندير وحده لتحت وحده لفوق بحال هاد الشكل هذا، كنهبط وحده لتحت واخر كنطلع لفوق بحال هكا، راه تبان لكم وحده هابطه وحده طالعه لفوق، وملي كنساليه كنحصل على هاد الشكل هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم الطريقه هذه، هذه وحده كنهبطها لتحت وحده كنطلعها لفوق، راه ماشي جوج سطور، هذا راه سطر.